مشاهدينا الكرام، اهلا بكم الى هذه الحلقه الجديده من الصحافه اليوم وجوله صحفيه جديده في جريده الاهالي. مشاكل الاسكان في مصر من خلال حوار مع رئيس مركز بحوث الاسكان والبناء الاسبق. الحكومه تعيد صياغه برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي، وايضا بحث تعديلات تشريعيه لاصلاح منظومه الداخليه في مصر. هذه الموضوعات وغيرها نتناولها بالقراءه والتحليل مع ضيف هذه الحلقه الاستاذ ثروت شلبي، نائب رئيس تحرير جريده الاهالي. اهلا بحضرتك معنا. اهلا بك يا استاذه علاء والساده المشاهدين. الحقيقه يعني موضوعات اكثر كمان من اللي اتكلمنا عنها وملفات هامه جدا، ولكن هتكون البدايه من الصفحه الثالثه، وهذا الملف حول التعديلات التشريعيه التي يتم بحثها لاصلاح منظومه الداخليه، ونقرا هذا العنوان: تقرير لرئيس الوزراء حول اصلاح الداخليه واقتراحات بتعديلات على القوانين بمشاركه خبراء وجهات محايده، مطالب بعوده معهد امناء الشرطه للعمل من جديد. استاذ ثروت، يعني في البدايه ما هي اهم التعديلات المقترحه ليعني تحسين منظومه الداخليه وتحسين العلاقه بين المواطنين وجهاز الشرطه؟ بلا شك الاحداث اللي شهدتها مصر في الاونه الاخيره من فئه قليله من رجال الشرطه وتجاوزاتهم غير القانونيه ضد المواطنين احدثت بعد حادث قتل دربكة داخل الحكومة، وقادت أن تعيدنا إلى المربع صفر، إلى ما قبل ما كان يحدث في 25 يناير 2011. لولا يقظة السيد رئيس الجمهورية، والحقيقة هو بيتصدى لأنه برضو خبراته السابقة كرئيس للمخابرات الحربية ومتابعته المستديمة وتواصله من خلال بعض معاونيه بيعلم الحقيقة وإن لم يعلنها الوزير المختص. يعني احنا شفنا أحداث نقابة المحامين لما اعتدى نائب مأمور فرسكور على أحد السادة المحامين بالحذاء في مكتبه أثناء وبسبب عمله، أيضا حادث المطرية. الحقيقة كان في نوع عدنا إلى المنظومة التي هدمت وزارة الداخلية. احنا نؤكد أن وزارة الداخلية أحد الركائز الأساسية للدولة المصرية، واللي الضلعين معاها التانيين القضاء والقوات المسلحة. ولا أحد، ولو حدث انفلات أو ثورة أو هيجان في الشارع مرة أخرى من الظلم أو عودة المفعول الثلاثي، يعني أوقع الداخلية كما قلنا في مواجهة السيد وزير الداخلية الحالي أثناء لقاء في مقر الأمن الوطني، هما بحث أمن الدولة، وهو كان وكيل الجهاز، كان أيام اللي هو منصور عسوي، قلت إنه ثلاث أسباب أسقطت الداخلية. لما الوزير الداخلية العسوي قال ده وزارة الداخلية كتبت شهادة وفاتها ونجاز أمن الدولة فاسد، تصدت لي وكان الوزير موجود ولم يرد أحد. قلت لا، وزارة الداخلية فساد القلة لا تسيء إلى الجميع، وإن استهداف إسقاط وزارة الداخلية معناه سقوط الدولة المصرية. لكن سياسة الاستقواء والاستعلاء والاستعلاء على المواطنين أو حتى بين الضباط وبين بعضهم، يعني في الأمن الوطني حاسس أنه متميز عن زميله من الأمن العام رغم ذلك تعبان وفي أماكن أخرى. هذا التقرير أنا كتبته، يعني نتحدث تحديدا عن نقطة مسألة إعادة المحاكمة العسكرية ل يعني أفراد جهاز الشرطة، كيف ترى هذه النقطة وماذا وصل إليها حال التعديلات؟ أنا والله حضرتك النقطة دي بالذات تحديدا ردا إيجابيا لا يجوز وفقا للدستور، لأن هيئة الشرطة الدستور المصري الجديد هيئة الشرطة هيئة مدنية وبالتالي ليست مؤسسة عسكرية. تمام. يخضع الجنود المجندين إلى المحاكمة العسكرية باعتبارهم جنود، أما ضباط الشرطة والأمناء. لكن أنا بقول لحضرتك هذا التقرير أنا كاتبه لازم، والسيد وزير الداخلية بعد لقائه مع رئيس الجمهورية يوم الجمعة تاني يوم لحادث الضرب الأحمر بتاع دربكة اللي قتلوا فيتو أمين الشرطة، النهاردة فجر اليوم ولقاء السيد وزير الداخلية مع رئيس الوزراء بالأمس مع قيادات وزارة الداخلية، أنا وزارة الداخلية تواصلت معنا الحقيقة اللي هو أبو بكر عبد الكريم وبيبذل دور مهم، وده الفاكس لسه مبعوث من ساعات قليلة بفحوى الاجتماع. الرئيس الجمهورية كلف، يعني حكاية عودة المحاكمات العسكرية
تناقض الدستور. تمام. لكن هيتم تعديلات في قانون الشرطة للمحاكمات التأديبية تصل للفصل وذات العقوبة دون اللجوء إلى المحاكمات العسكرية. بيان وزارة الداخلية بالمجلس الأعلى للقوات الشرطة برئاسة الوزير واللي عقد على مدار أكثر من 8 ساعات قال وانتهى لأن المرحلة الحالية تفرض على جهاز الشرطة تحديا هو عودة الانضباط داخل جهاز الشرطة على كافة مستوياته للتصدي وردع التجاوزات من أي مسؤول داخل الداخلية وتفعيل رقابة الوزارة عليها. احنا بنأمل ذلك لأن سبب 25 يناير لم يكن غضبا على الرئيس الأسبق مبارك ولا على رئيس وزرائه، ولو كان الرئيس مبارك لديه الحس السياسي لكن كان وصل لمرحلة التبلد كان أقل وزير الداخلية حبيب العدل. ومنحنا فيه أيضا قضية الفساد اللي ظهرت أيام حبيب العدل بأكثر من 1.5 مليار وبيحاكم الآن وبعض القيادات واللي كشفها الجهاز المركزي واستبعد بعض القيادات من الشرطة أثارت استياء. نتمنى أن تعود وزارة الداخلية إلى هيئة مدنية لخدمة الشعب ولا يكون أسيادا على الشعب، لأن الحقيقة هناك تصرفات جامحة من بعض الناس وعاوزين إعادة تثقيف وتأهيل. وأنا كاتب في الخبر قلت أنه بعض الشرطة افتتحوا أو أنشأوا وزير الداخلية في عهد الرئيس عبد الناصر منذ 10 سنوات. نعم معهد أمناء الشرطة. أنا كاتب أنه هو مغلق من 10 سنوات. تمام. لكن المطالبة الناس دي عاوزة إعادة تأهيل وتثقيف وعاوزة مدونة سلوكيات. وزير الداخلية الحالي لما كان مع اللواء حمد عبد الله هو رئيس الجهاز الأمن الوطني بعد حل مجلس الدولة عملوا مدونة سلوكيات وقالوا إن إحنا جهاز معلوماتي واللي لا يتدخل في ضرب وتعذيب، وفوجئنا بمحامي بيقتل على داخل قسم المطارية داخل بيد بعض ضباط أمن الوطني وده مخالف لمدونة السلوكيات. احنا عاوزين إرادة سياسية حقيقية تعلي من سيادة القانون وتحافظ وتوازن ما بين حريات المواطنين وحقوقهم العامة واحترام القانون وعودة دولة سيادة القانون حتى تعود مصر مرة أخرى، لأن مصر فاتت مننا وحصل فلتان أو ثورة من الظلم الأمني والجياع أيضا وارتفاع الأسعار. أنا أعتقد أن مصر تشهد ما يحدث في بعض جيراننا من الدول العربية. إن شاء الله ما ولا ذلك ونرجو أن تكون يعني هناك رجل أمن أن يتمتع لأنه بيتعامل مع مدنيين. بالعكس أنا أكيد هناك يعني هقول واقع إنه بعض الناس يعني طلعت السادات لما كان نائب طلب أن يحبس داخل السجن العسكري وليس في الشرطة، لأن الجيش بيحافظ على الأداء الأمني والعلاقة ما بينه وبين المواطنين. أكيد. إلى الصفحة الرابعة وهذا الملف الهام حول يعني استمرار التحقيقات في تقرير الفساد الصادر من الجهاز المركزي للمحاسبات، ونقرأ هذا العنوان: نيابة أمن الدولة تواصل التحقيق مع أعضاء لجنة تقرير الفساد. أستاذ ثروت، يعني من خلال هذه المتابعة إلى أين وصلت التحقيقات في قضية فاتورة الجهاز المركزي للمحاسبات والتي كان قد أعلن من خلالها عن حجم فساد كبير على حد يعني قوله في خلال الأربع سنوات الماضية؟ لي الشرف أن أنا برضو الأهالي بتنفرد وأنا كتبت هذا الخبر من مصادر موثوق بها. المعروف أن القضية فيها حظر نشر بداية اللي هي قضية التحقيقات. نيابة أمن الدولة بتتولى التحقيق في تقرير لجنة تقصي الحقائق اللي كلف فيها اولا يعني عشان الناس تبقى فاهمه، الجهاز المركزي خبراء الجهاز المركزي كلفوا من وزير التخطيط بناء على شراكه ما بين وزاره التخطيط المصريه والبرنامج الانمائي للامم المتحده، والبرنامج الانمائي بيخش في العديد من المشروعات، باعداد تقرير عن التقديري عن ملف فاتورة الفساد الحكومي وإهدار المعارف في مصر. كلف الخطاب من وزير التخطيط لرئيس الجهاز المستشار هشام الجنينة، كلف رؤساء القطاعات ال 14 داخل الجهاز بإعداد هذا التقرير في كل الوزارات الزراعة والصحة والمالية والداخلية وكل الجهاز. فاتضح أن حجم هذا الفساد
خلال 4 سنوات من 2012 وليس سنة واحدة اللي هي سنة الرئيس السيسي 600 مليار دولار مليار جنيه مصري. بناء عليه التقرير كان المستشار هشام جنينة بصفته بعت قبل إعلانه بأسبوعين نسخة منه للسيد رئيس الجمهورية ونسخة منه للسيد رئيس الوزراء بصفته رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد اللي بتضم جميع الأجهزة الرقابية، فكان معلوما لدى السلطات الرسمية. لما المستشار هشام أعلن هذا في تصريح صحفي حصل هيجان إزاي وإزاي وبيقصد وفعام، وكان في خطأ مادي من المحررة بتاعت اليوم السابع قالت انه هذا الفساد خلال سنة وده إساءة وان الرجل ده اتبع الإخوان ورجعوا لمنظومة الإخوان وفلسطين والحاجات الغير حقيقية عشان يشوف هذا الرجل. الرئيس شكل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وهو بالمناسبة الأمين العام للجنة اللي بترأسها رئيس الوزراء ومقرها عنده لفحص ذلك. كل يرتقي أنا السيد الرئيس هذه الوقائع موجودة عند النائب العام إنه يحل من الأول الوقائع اللي هو تقرير 600 مليار للنائب العام للتحقيق فيه. شكل لجنة من ممثلي الوزراء بما فيها وزارة التخطيط اللي هي طلبة التقرير واللي عندهم جواب في الجهاز المركزي من وزير التخطيط بيه ونائب رئيس الجهاز اللي متولى عمله منذ أقل من أسبوعين وكان مساعد وزير العدل، وإحنا عارفين المستشار الزند الخصومة اللي بينه وبين هشام جنينة على خلفية انتخابات نادي الأوضاع. إذن هذه اللجنة واللجنة الرئيس بقى لما نحاول حضرتك الرئيس لما أعلن اللجنة دي تقرير ده لما ينفع الملف ده ملفي التقرير الرئيس أحاله إلى النائب العام للنائب العام للتحقيق فيه. النائب العام تولى أحاله لنيابة أمن الدولة، هو المفروض الحقيقة هي غير مختصة لأن دي مش قضية سياسية، ده قضية فساد اقتصادي ومالي.